في هنا بقى ملحوظه اسمها بريك وكونتينيو. الملحوظه دي تخص اللوبس ما تخصش الكونديشنز، بس انا اجلتها هنا عشان اعرف اديكم عليها كود. ده البرنامج القديم بتاعنا اللي احنا كنا بنحسب بيه مجموع الارقام من 0 لحد 100 او من 1 لحد 100. انا دلوقتي عايزك تكتب برنامج بيحسب مجموع الارقام من 0 لحد 100 باستثناء السبعينات اللي هو مثلا من 70 لحد 79. تعملها ازاي؟ حد عنده اقتراح؟ فور تطرح القيمه دي مش صمت، ده حل. اجيب مجموع الارقام من 0 لحد 100 وبعدين اطرح من الصم النهائي ده من 70 لحد 79 مثلا. دي فور تاني. حل تاني ممكن بكل بساطه نقول برضو ان انا هجمع الارقام من 0 لحد 70 فور، واعمل فور بعدها برضو بتجمع الارقام مثلا من 80 لحد 100 مثلا، صح كده؟ بس في طريقه تفكير دلوقتي احنا بنفكر فيها، كلكم بتكونوا بتفكروا فيها بس مش عارفين تبرمجوها. انت عايز تقول ايه؟ عايز تقول جمع 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 جمع، ولو لقيت ده حل برضه ان انت اف الاي دي في الرينج المسموح جمع، ما كانش ما تجمعش، ده حل برضه ظريف. الحل اللي احنا بنفكر فيه دلوقتي مظبوط برضه. الحل اللي بنفكر فيه دلوقتي ان انا عايز اقول له ايه؟ لو لقيت الاي من 70 ل 80 ما تجمعش. اقولها له ازاي؟ ممكن تفكر فيها في السنتكس كده، شوف هتيجي معاك ازاي. فهتلاقي نفسك عايز تقول له ايه؟ ما تكملش الكود وهات قيمه جديده. فبنعمل حاجه اسمها الكونتينيو. بص كده، اف اي اكبر من او يساوي 70 واي اقل من 80 حسب الرينج اللي انت عايزه يعني، كونتينيو. كونتينيو دي معناها انه اكسر بقيه الكود ده وهات ايتريشن جديده. فرق ما بين حاجتين، فرق ما بين اللوب والايتريشنز. الفور لوب دي اللي هي ال 100 محاوله، جوه الفور لوب دي في 100 ايتريشن ماشي. ايتريشن دي اللي هي الايه؟ اللفه جوه اللوب. اللوب اللي هي الصينيه اللي موجوده في وسط الشارع وانت بتلف حواليها كام مره، دي الايتريشن. عشان كده بنسميهم غالبا متعودين ان احنا نعمل اي، اي دي اختصار ايتريشن او ايتريتيف، تمام؟ فكونتينيو دي معناها اكسر الكرنت ايتريشن وهات ايتريشن جديده. فانت دلوقتي بتجمع، بتقول له مثلا اي بتساوي صفر او اي بتساوي واحد، هل الاي دي في الرينج ده؟ لا، جمعها. اثنين جمع، كونديشن مش متحقق. ثلاثه جمع، اربعه جمع، وهكذا لحد ما توصل ل 70. في ال 70 هنا الكونديشن ده هيبقى متحقق، فهتقول له كونتينيو. كونتينيو معناها ان انت ما تنفذش الامر ده، او كونتينيو معناها انه في اللحظه دي اكسر بقيه الاوامر اللي باقيه في الكرنت ايتريشن وارجع هات ايتريشن جديده. فهتعمل اي بلس بلس تبقى مثلا 71، الكونديشن ده متحقق كمل، هتعمل كونتينيو تاني 72 كونتينيو تالت 73 وهكذا لحد 80. فالكونديشن ده مش متحقق فتكمل عادي خالص بقى، صم بتساوي صم زائد 80 وهكذا لحد ال 100. فدي طريقه علشان تكسر الكرنت ايتريشن. حد عنده مشكله؟ طيب برنامج تاني كان بيسال عليه زميلكم في الجزء الاولاني، موضوع البن. لما كنت بدخل البن بتاع الاي تي ام كنت بحاول محاولات عدد لا نهائي من المرات، كل ما يغلط اديله محاوله ثانيه، كل ما يغلط اديله محاوله ثالثه، رابعه، خمسه، وهكذا. يعني افترض مثلا ان احنا عندنا اربع ارقام للبن، دول قيمهم كام؟ 10000 من 0 لحد 9999، دول 10000 قيمه. تخيل كده ان انا لقيت اي تي ام ممكن انزل كل يوم اجرب 1000 محاوله، او اجرب 1 2 3 4 5 6 وهكذا لحد 500، واروح بكره اجرب لحد ايه؟ وهكذا لحد ما تقف معايا في مره خلاص انا كسرتها. ولكن مش ده اللي بيحصل. سكيورتي وايز، من ناحيه سكيورتي، انت لو دخلت الاي تي ام الباص بتاعها غلط مثلا اربع مرات خمس مرات، ايا كان الرقم 3 5 10 خمس مرات مثلا، الاي تي ام او الكارت بيتسحب جوه المكنه، تروح بقى تدور عليه في البنك وتجيبه، لان هم كده افترضوا ان في حد سرقه مثلا، وانت روح قدم بقى بطاقتك وبتاع مش عارف ايه وهات الايه؟ وهات الاي تي ام. كذلك وانت بتدخل الباسورد بتاعه الفيسبوك او اي موقع برضه بيديك كذا محاوله، باعتبار انه ممكن يكون في هاكر بيجرب الباسوردات. ففي زي اسمها البروت فورس، البروت فورس هو جرب كل حاجه زي ما بقول لكم كده. كان ليا فيديو على اليوتيوب ممكن تدور عليه في الموضوع ده. فهو لو عنده امكانيه ان هو يجرب كل حاجه خلاص، ممكن في يوم من الايام يكتب برنامج والبرنامج ده يقعد يجرب 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 ويلاقيك في الاخر يلاقي الباسورد بتاعته. عشان كده لما بتجرب كذا مره وتغلط في كذا كذا اوبشن بقى، ممكن يقول لك مثلا لا والله انت ما ينفعش تحاول لمده ربع ساعه، تعالى بعد ربع ساعه، فيعطل الهاكر او يحط له اللي هو ايام نوت روبوت دي، او اللي هو الارقام او الكابوتش اللي اتحط دي عشان ايه؟ يتاكد انه مفيش برنامج اي متروبوت، يعني انا مش برنامج بحاول اخمن الباسورد. معنى ده كله كلام خارجي، المهم ان انا بيبقى ليا عدد محاولات معين، لو استنفذت عدد المحاولات دي المفروض ان انا اخد اكشن معين. فده اللي احنا عايزين نعمله. افترض ان احنا عندنا ثلاث محاولات وعايزينه نديله الثلاث محاولات بتوعه، لو استنفذهم مش هديله محاوله ثانيه. فانا ما اعرفش عدد المحاولات قد ايه، هو رقم عدد مرات الايتريشن
رقم من 0 لحد 3. اي نعم انا عارف ان هو الرينج بتاعه من 0 لحد 3، انا هعمل لوب للوايل دي من 0 لحد 3 مرات، بس انا ما اعرفش الاكزاكت نمبر قد ايه، فعشان كده بستخدم الوايل. بس انا عايز اعمل لها ايه؟ عايز اعمل لها الحته بتاعت ان انا 3 مرات بس. فاعملها ازاي؟ حد عنده حل؟ ايه كاونتر، تمام هعمل كاونتر تمام ويعد، وفي حاله لو وصل 3 هيعمل ايه؟ وبعدين طب ما هو هيجي يكمل يجيب الوايل اللي بعدها، صح كده؟ يعني هو لو طلع الرساله خلاص هو هيطلع الرساله ما عنديش مشكله، بس هيوصل لنهايه الوايل وهيجيب الوايل اللي بعدها، هيديله محاوله ثانيه. خليها فور، كم من كام لكام؟ ما هو من 0 لحد 3 لو هو دخل اول مره صح هتحاول يحاول ثاني. لو انت قلت له من 0 لحد 3 هو اول مره دخلها صح هيفور ثاني. طيب كنت مين كان عايز يتكلم انا؟ تحت الفور هنعمل اف، يعني بره الفور خالص ولا جوه الفور؟ جوه الفور. جبت منين البريك دي؟ ليه مش كونتينيو؟ طيب ده اللي زميلكم بيقوله او اللي عنده باك جراوند من سي هيقول ممكن نعملها بالفور باي طريقه، ممكن نشوف لها طريقه، يعني ده حل من ضمن الحلول. انما الوايل دي انا هدخل جواها شرط صغير بيقول كده، بص هي نفس الاكواد اهي مفيش اي اختلاف عن اللي فاتت، انا بس ايه وسعتها اهي ماشي، هي هي تمام. هنا كده هحط شرط مبدئيا الاول هجيب كاونتر اهو سي بيساوي صفر، وطالما دخل هنا معناها ان هو حاول محاوله غلط صح كده، طالما دخل هنا يبقى الكونديشن ده اتحقق، يبقى البن مش مظبوط فهو حاول محاوله غلط. فاول حاجه اعملها ان انا اقول له سي بلس بلس صح كده، فالسي دلوقتي بيساوي 1، وبعدين اتشيك كونديشن اف سي يساوي 3 لو وصل ال 3 على طول هتعمل ايه؟ بريك. بريك ده معناه ايه بقى؟ معناه اكسر اللوب كلها في الايتريشن، اخرج من الوايل كلها على بعضها، ما تجيبش ايتريشن جديده، اكسر الكرنت ايتريشن وجميع الايتريشنز اللي باقيه. خلي بالك البريك والكونتينيو تقدر تستخدمهم للفور وللوايل، يعني الكونتينيو مش بتاعت فور لوحدها والبريك بتاعت وايل لوحدها، لا تقدر تستخدم الاثنين في اي حته. فبريك دي معناها اكسر كرنت ايتريشن وجميع الايتريشنز الباقيه اللي انا مش عارف اعدادها اصلا واطلع بره. ففي اللحظه دي خلاص يبقى بقى مش هيقدر يحاول تاني مظبوط، هيطلع بره اربع مرات عادي. نجرب ممكن اكون غلطان في الثلاثه دي، ايه اربع مرات ازاي؟ اول مره خالص غلط يبقى دي سي بتساوي 1، ايوه هو ايه في اللحظه دي سي بتساوي 1 يبقى الكونديشن ده مش هيتحقق كويس، هيرجع تاني غلط مره ثانيه سي بتساوي 2 صح كده؟ عادي على فكره احنا بنغلط في الوحايد دي 3 و4 و2 دي بنغلط فيها، فعادي ممكن اكون غلطان خليك معايا. دول كام؟ فكده مرتين، فبقت سي بتساوي 2 الكونديشن ده مش هيتحقق. اديته محاوله ثالثه يا اما يغلط فيها وسي تبقى 3 ويطلع، يا اما ما يغلطش واكمل اقول له ويلكم صح كده؟ حد عنده مشكله؟ انا عندي مشكله، المشكله دي بتقول انه في الحالتين سواء دخل الباسورد صح هيطلع له ويلكم، لو حاول ثلاث مرات وطلع غلط هقول له ويلكم برضه. دي حاجه بره البريك والكونتينيو، عايزين بس نظبط اللقطه دي. فانا ايه عايز احط حاجه هنا ان الجمله دي ما تطلعش الا لو اليوزر ما عملش بريك، يعني حد عنده حل؟ جميل، حد سمع طيب ولا حد عنده حل تاني؟ الرقم اللي هو ايه؟ البن لو دخله صح اقول له ويلكم، لو الباسورد كانت غلط معناه ان هو حصل بريك، ده كلام مظبوط، ده حل تاني برضه. انا لما قلت لكم انا عايز اتشيك هل حصل بريك ولا لا، انا لخبطتكم، انا خدتكم في تفكير في حته ثانيه، انما هي تفكيرها بكل بساطه زميلتكم هنا قالت ايه؟ قالت انا هتشيك هنا لو السي بتساوي 3 معناها انه حصل بريك، او السي لا تساوي 3 معناها انه ما حصلش بريك صح كده؟ فايه في السي لا تساوي 3؟ قول له ويلكم. او حل ثاني اللي زميلتكم قال عليه اف البن مظبوط 1 2 3 4، فلو البن هنا مظبوط معناها ان هو ما طلعش هنا نتيجه البريك، هو طلع هنا نتيجه الكونديشن ده اتحقق صح كده؟ فيبقى ايه؟ قول له ويلكم. وانا هنا مش حاطط اقواس عشان خاطر دي جمله واحده، حد عنده مشكله؟ طيب الف خلاص بقى خد اي اكشن تاني، الاكشن اللي هنا اللي هو بقى بنفذ الكود اللي بيسحب الكارت وحط بلوك على الاكونت ده، او ايا كان الاكشن ده ويت ربع ساعه، اعمل بلوك على الاي بي دوت ان هو ما يخشش على الفيسبوك تاني خلال ربع ساعه مثلا ايا كان. فالاكشن اللي هنا ده ايا كان هتعمله ازاي شيل الجمله دي حط بقى الاكشن اللي انت عايزه.